عبر الهاتف للمزيد انضم الينا دكتور وليد جاب الله خبير الاقتصادي. دكتور وليد بدايه برحب بحضرتك على شاشه اكسترا نيوز لهذه التغطيه. في الحقيقه بنتحدث عن العديد من المشروعات اللي تمت فيها التنميه في سيناء، الى اي مدى سيكون لذلك انعكاس اقتصادي يا دكتور في هذا التوقيت؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. وبالتاكيد الانعكاس لحركه التنميه في سيناء سيكون اقتصادي واجتماعي وامني ومن كافة الوجوه. فالدولة المصرية عندما تعاملت مع ملف تنمية سيناء هي عالجت اخطاء الماضي. ففي الماضي كانت هناك محاولات محددة في قطاعات محددة تبعنا، اهتمام بملف السياحة، اهتمام محدود ببعض الصناعات، ولكننا نشاهد اليوم تنمية متكاملة تشهد كامل بقاع سيناء. نتابع التنمية في الشمال في المشروعات الزراعية وفي الزراعة السمكي وبتطوير ميناء العريش وغيرها من المشروعات، التنمية التعدينية في الوسط، بنتابع أيضا التنمية السياحية في الجنوب. هذه التنمية المتكاملة تضمنت أيضا استراتيجية متكاملة للتنمية، ربطت استراتيجية تنمية سيناء مع تنمية محور قناة السويس وربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال مسارات عدة متوازية. تابعنا 6 أنفاق تم الربط ما بينهم، تابعنا مجموعة من الكباري، السكة الحديد أصبحت بتمر سيناء. والربط ده في حد ذاته يا دكتور ليه عائد اقتصادي؟ طبعا، لان المستثمر قبل كده كان بيشتكي، يعني هي دي شكاوى المستثمرين. هم كتير كان مستثمرين كانوا بيرغبوا في الاستثمار في سيناء، ولكن صعوبة الوصول اليها كانت بتمثل مشكلة. يعني زمن المرور وزمن عبور قناة السويس من نفق الشهيد احمد حمدي كنفق وحيد كانت صعبة جدا. النهاردة لما بيكون 7 انفاق غير الممرات الاخرى، ده شيء بيقرب المسافة ما بين سيناء والوادي والدلتا، فضلا عن ان سيناء ما اتربطتش بالوادي والدلتا فقط، ولكن ربطها بالعالم الخارجي من خلال تطوير المواني المتنوعة في العريش، في شرق بورسعيد، في السويس، في غيرها من المناطق. ده بيطبق فلسفة ربط مناطق الانتاج مع مناطق المواد الخام مع مناطق التصدير. النهاردة تابعنا ازاي ان حدث توسع كبير في انتاج سيناء من الاسمنت، وزادت طاقة مصنع اسمنت العريش من 3.7 مليون طن الى 6.9 مليون طن. ده طبعا ده شيء مهم جدا. لما بنتكلم في مجمع الرخام في وسط سيناء، في القواعد الصناعية والمناطق الصناعية اللي موجودة في جنوب الراس وموجودة في مناطق متعددة، ازاي ان انا اربط مناطق الصناعة اللي بتستغل المواد الخام اللي موجودة من اجل ان تقوم بصناعات، ثم اربط هذه المناطق بالتصدير؟ ده شيء مهم جدا. طيب، وعلشان يتم طيب دكتور، في نقطة تانية في الحقيقة. الدولة كانت أطلقت خطة تنمية شمال سيناء 2023-2030. الخطة بتتضمن تنفيذ وإنشاء العديد من المشروعات التنموية في شمال سيناء، وتم تخصيص 280 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة لتنفيذ الخطة في الفترة المقبلة. نظرة حضرتك لهذا الرقم يا دكتور؟ الرقم كبير وبيعبر عن حقيقة، وهي أن القطاع الخاص لم يكن قادرا على ضخ هذا الرقم نهائيا في سيناء أو في غيرها من المناطق. مشروعات البنية التحتية مشروعات ذات عائد محدود وبتحتاج أمد طويل جدا لأن يكون لها عائد. اليوم هذه الاستثمارات اللي ضختها الحكومة أهلت سيناء إلى أن تكون قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص في المناطق الصناعية اللي تم إنشائها، في الأراضي الزراعية اللي تم استصلاحها. ده دور الدولة وده قامت بيه على أكمل وجه، واللي بأكده أن ضخ الاستثمارات ما كانش بس في البنية التحتية، كان في تحسين معيشة المواطن، لأن كان مهم جدا أن المواطن في سيناء أو حتى المواطن اللي بيرغب في أن يعيش في سيناء أن يكون لديه خدمات متكاملة. يعني احنا شفنا زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز المنفذة في سيناء بنسبة 208%، شفنا مشروعات الغاز الطبيعي اللي انتشرت، شفنا مشروعات إنتاج الكهرباء. الكهرباء دي مهمة جدا إذا فكرنا إن احنا نشتغل صناعة
يبقى لازم يكون هناك كهرباء، لازم يكون هناك طرق، لازم يكون هناك تنمية في زيادة القدرات الصحية في المستشفيات في سيناء، زيادة أعداد الفصول الدراسية اللي موجودة، وجود بنية تحتية تؤهل للحياة بما فيها الإسكان. من هنا فحياة المواطن عندما يكون المواطن قادر على أنه يلاقي وحدة سكنية يشغلها وأن يكون هناك لديه خدمات بيعيش فيها، ده بتشجع المواطن في أنه يكون موجود، وبتشجع المستثمر نفسه لأنه بيعلم أنه عندما يقوم بمشروع صناعي، عندما يقوم بمشروع استزراع سمكي أو مشروع زراعي، سيجد العمالة اللازمة اللي هتساعده في أنه يشتغل في المصنع أو المزرعة، وفي نفس الوقت هذه العمالة ستكون قادرة على الحياة. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.